ان انا اتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحيه لدوله الامارات العربيه ولقياده دوله الامارات العربيه على الانجاز اللي بيتم في مجال الابداع والابتكار على ارض هذه الدوله الشقيقه العزيزه اللي احنا كلنا بنفتخر بها في وطننا العربي. النهارده اللي شفناه كمان في المعرض الحقيقه بينم عن يعني الابتكارات والابداعات لشباب الامارات العربيه المتحده، ودوت حاجه مشرفه جدا وجميله جدا، افكار متميزه. والحقيقه انا سعيد ان جامعه حمدان بتتبنى مثل هذه الافكار الجميله وبتتبنى هذه المشروعات. احنا اقتصاد المعرفه، واقتصاد المعرفه بيبنى على الابتكار والابداع. بدعو شبابنا كله إلى أنه ينطلق يفكر يبدع ويحاول أنه هو يثبت نفسه في المجالات التكنولوجية المتقدمة.